اتدفنت حية واتعمل لها عمل سفلي والجن عايشين معاها في البيت. خسرت حبيب عمرها في حادثة وكل علاقتها انتهت بالفشل. ده غير حادثة الحصان الشهيرة والمريبة اللي تسببت في تشوه أنفها عشان بعد كده تخسر شغلها وتدخل في دوامة من العمليات الجراحية الفاشلة. وأخيرا فقدت تماما القدرة على الإنجاب بسبب ورم في الرحم. رحلة الفنانة حورية فرغلي واحدة من أكتر قصص المشاهير مأساوية، واللي يعرف حكايتها هيلاقي نفسه غصب عنه بيقول مش طبيعي يحصل لها كل ده، أكيد في حاجة غلط. ناس كتير سمعت الكلام اللي هي قالته عن السحر والجن، لكن مش كل الناس عرفت وفهمت اللي بين السطور والأخطر اللي ورا السطور. وزي ما بيقال الحقيقة غالبا بتكون صعبة ومرة لما بنعرفها، لكن الأكيد إنها بتكون مرعبة وقاتلة أحيانا وإحنا ما نعرفهاش. أنا أحمد دياب ودي حلقة جديدة من اللهو الخفي. اللعنة كلمة بنستخدمها كتير عشان نعبر عن سوء الحظ لما يطول شوية مع شخص أو حتى يلازمه، والكلمة دي ناس استخدمتها كتير في قصة حورية فرغلي، حتى حورية نفسها استخدمتها، بس دايما كان المقصود بيها فترة معينة. لكن لما تسمع الحكاية كاملة هتلاقي نفسك محتار ومش قادر توصل، وفي حاجة غريبة مش قادر تفسرها ولا حتى توصفها إلا بكلمة واحدة انت عرفتها دلوقتي. من أول ما اتولدت في الإمارات كانت حياتها صعبة، مش ماديا أبدا، دايرتها كانت مادية. حورية اتولدت في الإمارات في أسرة ميسورة، لكن والدها ووالدتها انفصلوا من وهي عندها 48 ساعة بس. حورية بتقول إن أكتر حاجة عايزة تنساها في حياتها هي طفولتها، واللي اتحرمت من الطفولة والمراهقة وما كانش في حد حنين عليها غير الدادة الفلبينية وجوز والدتها، وإنها بسبب القسوة اللي شافتها فضلت ما بتتكلمش لحد ما بقى عندها 8 سنين. إيه اللي ممكن تشوفه طفلة ممكن يخليها تفضل ساكتة لحد سن 8 سنين؟ لكن كبرت وبقت بطلة في الفروسية ولاعبة في المنتخب الإماراتي، وبعدين بترجع تعيش في مصر عشان تقابل حب عمرها ويتخطبوا، لكن قبل الفرح بيوم واحد بيتوفى في حادثة. طبعا حورية بتحزن وتكتئب، لكن في النهاية بتقرر تكمل وفي شيء مكسور جواها، لحد ما والدتها خلتها تقدم في مسابقة ملكة جمال مصر سنة 2002، وبالفعل بتفوز حورية بالجايزة. لكن الحلو ما بيكملش، وبتحصل مشاكل وبتواجه هجوم شديد من الصحافة، وبتقرر انها تتنازل عن الجائزه للوظيفه بتاعتها نور السمري. وبعد فتره علاقه حوريه وصديقها القريب بدات تتطور ويقرروا يتجوزوا، لكن بيحصل الطلاق بعد 3 شهور بس. حوريه بتبدا رحلتها الفنيه ودخول التمثيل، وكان اول ظهور عرف الناس بيها فيلم كلمني شكرا في 2010، عشان تتوالى الادوار المهمه في افلام ومسلسلات زي بدون ذكر اسماء وقلب الاسد ونظريه عمتي وحكايات بنات. في الوقت ده الناس شايفين حوريه فرغلي ملكه جمال ونجمه الناس شايفينها خلاص في طريقها للصف الاول، لكن حصل لها الحادثه اللي كلنا عارفينها وهي راكبه الحصان وقعت وحصل لها كسر في الانف وبعدين المضاعفات. كلنا سمعنا الحكايه وريناها وبقت محفوظه، لكن حوريه وهي بتحكي قالت تفصيله غريبه عدت على كل الناس بس طبعا ما عدتش عليه. حورية حكت انها كانت راكبه الحصان وبتتمشى بيه عادي، الحصان وهو ماشي فجاه لقى قطتين بيتخانقوا مع بعض وبيعملوا اصوات غريبه، الحصان اتفزع لدرجه ان حورية وقعت والحصان وقع فوقها. المشهد على قد ما كل حاجه فيه تبدو عاديه الا انها في نفس الوقت غريبه جدا. القطتين قرروا يتخانقوا قدام الحصان اللي ما كانش شايفهم واتفزع، وبالصدفه حورية ما كانتش لابسه السرج فتقع، وبالصدفه برضو الحصان يقع عليها فيحصل لها مضاعفات في مناخيرها. مش شايف الموضوع غريب شوية؟ بعد كده حورية بتسافر لندن فالدكتور يقول لها ان مفيش علاج غير انه ياخد عظمة من الجمجمة ويثبتها بمسمار طويل. وبعد العملية بدأت تصوير مسلسل ساحرة الجنوب، وفي التصوير لقت شكل الانف بقى غريب، واكتشفت ان الدكتور عالجها غلط وانه كان المفروض يستخدم غضاريف بدل العظمة، وان العظمة دي لازم تتشال عشان جالها عدوى من المسمار، فشكل الانف يتشوه وتعمل 27 عملية تجميل عشان ترجع طبعا لشكلها الطبيعي، لكن كل العمليات دي بتفشل. وبعد الجزء الثاني من المسلسل حورية تعبت وكانت تقريبا مش قادرة تقوم من السرير ووزنها نزل بشكل رهيب. حورية افتكرت انها اتلعنت بسبب المسلسل اللي كان بيتكلم عن السحر والجن وكان فيه تعاويذ، وبالفعل نزل التقارير واتقال كلام كتير عن ان التعاويذ كانت حقيقية فعلا، لحد ما اكتشفت في البيت ورقة شكلها غريب وملفوفة بلزق اسود. حورية فتحت الورقة لقت مكتوب بالدم حورية بنت نادية تصبح طريحة الفراش ووقف زواجها وخلفتها ورزقها. طبعا راحت للشيوخ وخلافه واكتشفت ان صاحبتها المقربة اللي كانت عاملة لها العمل، ومش اي عمل، ده عمل سفلي،
طب عرفت ازاي؟ لان نوع الدم المستخدم اللي مش هقدر طبعا افسره قالت عنه حورية بيستخدم في الاعمال السفلية وبس. الشيخ قال لحورية ان صاحبتك فلانة هي اللي عملت فيك السحر وده دليل على كلامها، ولما واجهتها طبعا اتوترت وانكرت وبعدها ما ظهرتش تاني في حياتها، لكن اللي ظهر حاجات تانية اخرى. حورية قالت انها بتشوف جن عايش معاها في البيت، بتشوفهم من وقت للتاني وبيظهروا على هيئة طفلين ولد وبنت، شكلهم حلو لكن ما بيأذوهاش. خدت بالك؟ طفلين وقطتين بيلعبوا قدام الحصان، الموضوع مش مجرد صدفة. نهايته كانت بتشوفهم في شقتها اللي هي كانت شقة الموسيقار محمد عبد الوهاب، وبعدين نقلت لبيتها اللي عايشة فيه دلوقتي، وبرضه فضلت بتشوفهم، وهي نايمة كانت بتصحى مفزوعة لأنها حاسة وسامعة صوت نفس جنبها، لكن ما بتلاقيش حد. وعشان هي كانت بتتعالج بمهدئات وأدوية ممكن تسبب لها بعض التهيؤات، كانت بتسكت وما بتحكيش اللي بيحصل، لحد ما الناس اللي شغالين في البيت هم كمان لاحظوا حاجات غريبة بتتحرك وأصوات مش عارفين مصدرها. حارس البيت كان بيشوف بالليل أثار أقدام وحاجات بتتحرك سواء بره أو جوه البيت، لدرجة إنه في يوم جالها مفزوع وقال لها أنا لا يمكن أقعد هنا دقيقة واحدة بعد النهاردة. لكن حورية قالت إنهم مش مؤذيين، هما بس بيلعبوها، لحد ما جت ضيفة في أحد البرامج من سنة، وفي فقرة كان معاها واحدة بتقرأ أوراق التارو، وقالت لها أنت في روحين حواليكي وبتشوفيهم. قالت لها آه في، بس دول لطاف ومش مؤذيين. ردت عليها بكلام خطير جدا، قالت لها هم شكلهم لطيف آه بس هم بيظهروا في أي صورة، لكن هم في الحقيقة بيأذوكي، وفي حد مسلطهم عليكي عشان يمنعوا عنك أي خير، وده مش عمل، ده حاجة تانية أكبر. طب بتوع التارو دول إيه علاقتهم بالكلام ده؟ لا ده موضوع كبير هنتكلم فيه بعدين. طبعا بعد المقابلة دي حورية كان لازم تتسأل في كل برنامج عن الموضوع ده وتحكيه، وكل مرة بيبقى فيه تفصيلة زيادة، زي إنها شافتهم في رمضان وإنها بتقرأ طول الوقت سورة البقرة وبتحصن نفسها، زي مثلا إنها اتدفنت حية. أيوة زي ما سمعت، نزلت القبر واتدفنت حية، وده كان خلال تصوير مسلسل سيدنا السيد، وفي الأحداث المفروض إن الفنان جمال سليمان كان بيدفنها حية، وهي رفضت يجيبوا دبليرة مكانها، وقالت إنها بتحب المقابر، وده كان واحد من أسباب حبها لمسلسل ساحرة الجنوب. قالت إنها قبل ما تنزل القبر الجو كان حر جدا، وأول ما نزلت وابتدوا يقفلوا الحفرة بالتراب كان القبر بارد جدا. الغريب إنها ما حستش بأي حاجة، ولا خافت ولا حست بأي شعور. وأخيرا حكت حورية إنها عملت من أسابيع عملية استئصال الرحم، وده بسبب وجود أورام كبيرة فيه كانت عندها من زمان وتعالجت منها، لكن رجعت تاني وما بقاش فيه أي حل. قالت كمان إنها كانت عايشة على أمل إنها ممكن يكون عندها أطفال، لكن خلاص ربنا مش عايز وأنا راضية. أنا راضية الحمد لله. وزي ما قلت لك في بداية الحلقة، رحلة حورية فرغالي هتخليك تقول في حاجة غريبة وتسأل أسئلة كلها ليها نفس الإجابة وعكسها، زي مثلا هل الجن السبب في اللي حصل ده؟ في حكايات كتير بتقول إنه ممكن. طب صاحبتها عملت لها العمل من قد إيه؟ الحقيقة ما نعرفش. طب هل أصلاً ضروري يكون الشيخ قدر يبطله؟ لو أنت متابع حلقات البرنامج هتعرف إنه ممكن يكون ساحر عامل فيها شيخ، ولو ساحر فهو أكيد هيضرها مش هيعالجها. طب يا عم فكك من الخزعبلات دي، دي ابتلاءات من ربنا واختبار، والطفلين هي بتشوفهم عشان كان نفسها تخلف، مع إن ناس تانية غيرها شافوهم، بس هقول لك برضه أنت صح، وهضيف لك حاجة ممكن تكون ما خدتش بالك منها. مع الافتراض إن كل اللي حصل لها ده سحر، وإن الجن مستقصدها مثلاً، أو مرات أبوها اللي ماتت في قص في العراق كانت عاملة لها عمل من زمان، أو زي ما خيالك يجيب، كلها يا صديقي ابتلاءات واختبارات أياً كان السبب، حتى النعم هي في حد ذاتها ابتلاء واختبار. والحقيقة اللي سمعته من حورية كمان خلاني أفتكر كلام ربنا في سورة الأنعام لما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. ربنا قال شياطين الإنس قبل الجن لأنهم الخطر الأكبر. شوف صاحبتها كفرت بربنا وخسرت اخرتها عشان بس ضرها. شوف كمان بعد كده مديرة اعمالها اللي اختلفت معاها فقامت سرق حساباتها، ومش بس كده، دي نشرت صورة قديمة ليها وهي ملكة جمال وكتبت ليت الشباب يعود يوما، عشان يعني تأذيها نفسيا بدون اي مرعاة اللي هي اصلا بتمر بيه لوحدها. لو هتسألني عن تفسير لكل ده هقولك العلم عند الله، انا مجرد شخص بيحكي لك الحكاية وبيحاول يحللها معاك، مش هقولك غير خد بالك من نفسك ومن النفوس اللي حواليك، لان دول هم اللهو الخفي اللي بجد. وبقول للجميلة حورية فرغالي انت طول عمرك بطلة وفارسة وتفضلي طول عمرك كده مهما حصل. كنت معاكم انا احمد دياب، وانتظرونا في حلقة جديدة من الله الخفي.